السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة صعوبة امتحان مادة العربي في الثانوية العامة، حيث أن معظم الطلبة خارجين من الامتحان بيشتكوا منه ومن صعوبته، وأنهم لم يستطيعوا حل جميع الأسئلة لأن الوقت قصير. هو عملية الوقت برضو هي في كل شكاوى الطلبة في امتحان الثانوية العامة فمعظم الطلبة خارجين بيشتكوا في حالة انهيار من صعوبة الامتحان، وأنهم ما قدروش يجاوبوا جميع الأسئلة، حيث أن الامتحان كان بيحتاج إلى التفكير والتركيز، وكان النحو قواعد النحو صعبة وبتعتمد على قواعد النحو في السنين التراكمية. فطبعا الطلبة كانوا في حالة يعني ما قدروش يستوعبوا كل الامتحان، فكان الامتحان يعني صعب عليهم، وما قدروش يجاوبوا كل الأسئلة. وعند خروجه وأن اللجان مشددة يعني فيها شدة من المراقبين، فالطالب وهو داخل اللجنة بيقوم المراقب بتفتيش الطلبة، المراقب بيقوم بتفتيش الطلبة زي يعني مما يصيب الطلب أساسا داخل اللجنة وهو مرعوب وخايف الامتحان. فعملية التفتيش ديت وعملية الشدة في من المراقبين بتصيب الطلبة بالرعب والخوف من الامتحان، ويستمر الطلبة في الامتحان في الإجابة، ومعظمهم يقولوا إن يا دوبك قبل ما تقرأ الأسئلة وتوصل لنص الإجابة لنص عشان تشوف الأسئلة اللي أنت ممكن تجاوب عليها يكون تلات أرباع الوقت فات ونتيجة لأن درجة حرارة مرتفعة والجو حر، يعني الطلبة بيبقوا في حالة رعب وخوف من الامتحانات. ضيف على كده إن اللجان مش لا 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 ما فيهاش أي نوع من الرقابة الصحية أو النظافة، حيث أن معظم اللجان متربة ولا يتم تنظيفها أول بأول، وإن الطلبة وإن المراقبين شدين على اللجنة مما يؤدي إلى خوف الطلبة من وزيادهم رعب من الامتحان. فمعظم الطلبة خارجين من الامتحان منهارين وفي حالة بكاء، وان معظم في حاله بكاء ويكون واقف بيستقبلهم طبعا اولياء الامور واقفين لهم قدام اللجان عشان مستنيين اولادهم. فلما بيشوفوا اولادهم خارجين منهارين وفي حاله حزن، فطبعا اولياء الامور بيكتئبوا وبيحزنوا، وياخد ابنه أو بنته ويحاول هو يهديه، وهو ذات نفسه ولي الأمر عايز اللي يهديه. بعض الطلبة جات لهم من كتر الخضة والرعب في طلبة توفوا، حصل لهم سكتة قلبية وتوفوا، من لأنهم طول السنة بيذاكروا وطول السنة بذل مجهود زيادة، وبعدين في الآخر يصدموا بصعوبة الأسئلة. وبعض الأولاد يقولك أنا مش هخش بقية الأيام، مع إن العربي ده كان في الأول خالص، كان أول يوم لما دخلوا لقوا العربي صعب، يبقى يخلي الافتتاحية كويسة، الافتتاحية يعني تفتح النفس لأنهم يكملوا بقية أيام الامتحان. لكن الطلبة لما دخلوا أول يوم وفي العربي ولقوه صعب قالوا إحنا مش داخلين بقية الأيام، مش بقى داخلين الامتحانات اللي جاية، هي كلها هتبقى زي بعضها.
وفعلا اتضح بعد كده الامتحانات بدأ كل مادة يقول لك انا لا يعني هعوض المادة اللي بعد كده، تيجي المادة اللي بعد كده اصعب من المادة الاولانية. فاول اول فتحة يعني اول فتحة الامتحانات المفروض تكون حاجة تفتح النفس عشان تشجع الطلبة على الاستمرار في الامتحان. ومعظم الطلبة دلوقتي يقول لك احنا مش هنجيب مجموع، ده احنا لو نجحنا لو قدرنا ننجح في جميع المواد وما طلعناش بملاحق يبقى حاجة كويسة. طبعا طبعا الثانوية العامة ما هيش عايزة النجاح، مش عايزة النجاح بس، الثانوية العامة بتعتمد على المجموع عشان يقدر يخش بيه كلية لها مستقبل. لكن الطلبة اللي هم وفي امتحانات تسربت، في بعض الامتحانات متسربة، طبعا متسربة دول للطلبة الأغنياء، الطلبة اللي هم معاهم فلوس ممكن يشتروا الامتحان، وممكن يشتروا الامتحان وبعد ما وبعد الامتحان ممكن برضو يخشوا كليات الخاصة. أما الطلبة اللي هم بيجتهدوا ويذاكروا ويتعبوا طبعا بيصدموا من صعوبة الامتحان، لأنهم طول السنة بيذاكروا وطول السنة بياخدوا دروس وفي حالة طوارئ في بيوتهم عشان عندهم طالب في الثانوية العامة، وبعدين بياخدوا دروس، والدروس طبعا دروس خاصة مكلفة، فيصدم بصعوبة الامتحان. وطبعا تلات ارباع الطلبة ليس عندهم مقدرة مادية انهم يخشوا كليات خاصة. لكن الطلبة اللي هم مجموعة يعني مجموعة من الطلبة بيبقوا عندهم امكانيات مادية انهم يخشوا جامعة خاصة، بتلاقيهم بيذاكروا نص مذاكرة طول السنة، نص يعني يا دوبك يعرفوا المنهج ايه وبعدين يخش الامتحان، يا دوبك النجاح درجة النجاح يحصل على درجة النجاح، وان كان شاري كمان الامتحان، ان كان كمان شاري الأسئلة بتاعة الامتحان، وبعد ما يخرج يخش الجامعة الخاصة. فصعوبة الامتحان دي بتشجع على ان نسبة كبيرة من الطلبة يخشوا الجامعات الخاصة. لكن لو كان عندهم إمكانيات مادية، لأن تكاليف الجامعة الخاصة غير متاح لكل الطلبة. ف والطالب المجتهد، الطالب المجتهد اللي بيذاكر الشاطر، ما تبص تلاقيه يصدم من صعوبة الأسئلة، من صعوبة الأسئلة، وإن هو ما يقدرش يخش الكلية اللي هو كان مخطط ليها وعنده أمل إنه يدخلها. فكده حطمنا أمل الطلبة، أمل الشباب إن هم يكملوا تعليمهم وفي كليات هم حابينها وحابين إن يمارسوا المهنة فيها. فكان زمان، كان قبل ما تطلع الكليات الخاصة، كان كل الطلبة سواسية، كل الطلبة بيخشوا الامتحان، الكفء والمذاكر هو اللي بيجيب مجموع كبير وبيخش الكلية اللي هو عايزها، وبالتالي بيبقى متفوق، بيخش في الكلية ينجح ويطلع دكتور ناجح، يطلع مهندس ناجح، يطلع مدرس ناجح، يطلع كل يعني انهم اساسا داخلين بقدراتهم. اما دلوقتي اللي بيخش كليات كويسه مش داخلين بقدراتهم، داخلين بفلوسهم. انت معاك فلوس خش احسن كليه موجوده في البلد، وبالتالي برضو بيخش الكليه ما بيذاكرش ومعتمد على ان معاه فلوس، بيتنقل من سنه لسنه من سنه لسنه، وبالتالي توصل تلاقيه الكليات الخاصه انتجت مجموعه من الفشله اللي هم دكاتره واطباء ومدرسين ومحاسبين ومهندسين، كلهم فشله لأنهم ما همش معتمدين على العلم، معتمدين على إن معاهم فلوس، وبالفلوس ديت بيقدروا يشتروا الشهادة، ويشتروا وما يطلع كمان يشتري الوظيفة. دلوقتي بيخرج من الكلية، يبقى خليه كلية خاصة ويخش أحسن مؤسسات وأحسن المراكز بفلوسه، اللي بيدفع فلوس أكتر هو اللي بيخش الأماكن
اللي هي بتدي مرتبات مرتبات مرتفعة. أما اللي هو متوسط الحال بيعتمد على مجهوده وبيبقاش ليه يعني مبقاش ليه مكان في قلب في هذا الوسط. يجب أن نراعي إتاحة الفرص لجميع المستويات، بحيث إن المجتهد هو اللي إيه هو اللي هو اللي المجتهد والشاطر يلاقي له مكان في وسط في يلاقي له مكان في، بحيث إن هو يقدر يجيب مجموع كويس ويخش كلية كويس. بس المفروض الأسئلة تبقى في مستوى الطلبة. فنتيجة لصعوبة الامتحان تلاقي معظم الطلبة خارجين في حالة انهيار وبكاء، واللي يقولك أنا مش هكمل بقية الامتحان. وفي بعض الطلبة جات لهم سكتة قلبية من الصدمة، من صدمة صعوبة الامتحان. وطبعا نتيجة لأن صعوبة الامتحان بتيجي مش من الأسئلة بس، ده بتيجي لأن الأسئلة كتير والوقت قليل، الوقت قليل، والمراقبين ما بيسمحوش انهم يدوا مثلا 10 دقائق زيادة، ربع ساعة زيادة للطلبة، عشان يدوهم فرصة انهم يبقى قدامهم مجال انهم يجاوبوا. لكن وقت ما يجي ينتهي الوقت يروحوا واخدين ورقة الإجابة، مع ان المفروض كان يعني السنة دي كان لها وضع خاص، لان كان فيه وباء في البلد، وباء مرض في البلد، وكان ليه وكان في نسبة كبيرة من الطلبة دول ان هم ممكن يكونوا كانوا مصابين وحصل لهم عزل. وطبعا الطالب اللي هو مريض او في حالة عزل صحي ما بيذاكرش، فتضيع عليه نص السنة. وممكن يكون هو بيمتحن بيكون مريض، بيكون مصاب بكورونا. مع ارتفاع درجة الحرارة وصلت 45 درجة مئوية. فظروف الامتحانات يعني يجب أن نراعي هذه الظروف، خصوصا هذا العام، خصوصا هذه السنة. لسه طالبة قريبة خرجت من الامتحان، اتصدمت من صعوبة الامتحان، جات لها سكتة قلبية نتيجة لأنها بذلت مجهود في المذاكرة طول العام، وبعدين فوجئت بصعوبة الأسئلة. يجب أن نراعي نكون رحماء بأولادنا، ونرحمهم بأننا نهيئ لهم الظروف الطيبة في الامتحانات، ما يكونش في تكدس في عند دخول اللجنة، وتكون اللجان نظيفة، ويكون المراقبين يعني يعرفوا ان هما بيراقبوا على اولادهم او اخواتهم الصغيرين، يكون في رحمة في التعامل والمحافظة على ابنائنا الطلبة، حتى ناخد ثواب في حسن المعاملة. ربنا يوفق الجميع يا ربي، وكل واحد يجيب يخش الكلية اللي هو منتظرها، ويكون الطلبة ويكون المسؤولين عن التعليم يعني رحماء فيهم، رحمة بالطلبة. وبلاش النظام الحديث ده، ما ينفعش معانا في مصر. احنا يعني كنا استخدمنا النظام الحديث في كل حاجة، جاي ما فضلش على التعليم. خلينا احنا يعني نتدرج درجة كل عام، حتى نقدر نوصل للنظام الحديث. لكن احنا بنبص للدول الغربية والدول المتقدمة بانهم عندهم نظام الحديث، مش معنى ما بنبصش لهم في الصحة أو وفي جميع المجالات. جايين في نظام التعليم عشان نضيق المجال قدام الطلبة، قدام أبنائنا. ما بيبقاش في متاح التعليم إلا طبقة معينة، هي اللي تتعلم، وبقية الشعب يبقى شغال عندها. ربنا يهدي الجميع يا رب، ويكون المسؤولين عندهم رحمة في المعاملة مع أبنائهم الطلبة.
دول لأنهم يعتبروا هم زي أولياء أمورهم، يكونوا رحماء بيهم، وربنا يوفقهم يا رب وينجح الجميع يا رب ويحقق أملهم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.